كلام مهم من الفنان الكبير نبيل الحلفاوي بخصوص اللائحه وبخصوص كمان المباراه الاخيره للنادي الاهلي امام الانتاج، لكن بالتحديد اللائحه. بس قبل ما نقفل الملف ده، كمان تم ارسالها لكل اعضاء مجلس ادارات النادي الاهلي السابقين، مش بس ان انا المجلس اللي موجود دلوقتي فانا اللي اعمل اللائحه وانا اللي اقرر الشكل يبقى عامل ازاي وكلام من ده، لا، نرسل كل او مجلس ارسل كل او لكل كمان اعضاء مجالس اداره النادي الاهلي السابقين بمشروع اللائحه، عشان لو عندهم اي تعليقات، اي توضيحات، اي بنود عايزين يضيفوها، بنود عايزين يحذفوها، يبقى ليهم كمان حريه، لان النادي الاهلي بتاعنا كلنا اكيد. الجزئيه كمان اتكلم فيها الاستاذ نبيل الحلفاوي هي خاصه بمباراه الاهلي والانتاج، وقال ان المبادئ والقيم الناس بتتخيل دلوقتي ان هي بقت دقه قديمه، لا خالص، المبادئ والقيم اللي دايما بيمشي من خلالها النادي الاهلي او اي انسان في حياته لازم يكون عنده مبادئ وقيم بيمشي من خلالها عشان يبقى ماشي بشكل صحيح في حياته عامه الشخصيه، فبالتالي هي مش دقه قديمه ولا حاجه. الراجل بياكد من خلال كلامه، ما شفناش بعد ما الاهلي طبعا يعني خسر نقطتين بشكل سيء جدا، اداء تحكيمي هزيل جدا، ما شفناش رئيس النادي بيطلع يتكلم او ما شفناش حد من اعضاء مجلس الاداره بيطلع يتكلم، لا، النادي الاهلي بشكل محترم وبشكل مناسب جدا يليق باسم النادي الاهلي طلع بيان، يا جماعه شوفوا حل في القصه دي وحلوا لنا امورنا. الكلام ده هنتكلم فيه لاحقا خلال الحلقه، لكن خلينا نكمل اخبارنا ونروح بقى الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، واللي بيستأنف النهارده تدريباته في تمام الساعه 7 مساء، يعني خلاص كمان ساعه او ساعتين الا ربع بالتحديد هيكون النادي الاهلي بيستأنف تدريباته بعد اجازه 3 ايام بعد مباراه الانتاج الحربي، المباراه الشهيره طبعا، والفريق هيستعد للمرحله الهامه المقبله. عندنا مباريات دوري، عندنا مباريات بطوله دوري ابطال افريقيا لقرعه طبعا زي ما احنا عارفين هنواجه فيها او هنواجه في دور الثمانيه بالتحديد فريق حوريه كوناكري الغيني ان شاء الله المقرر ليها يوم 14، وكمان عندنا البطوله العربيه مع نهايه الشهر مع فريق نجمه اللبناني، مباريات مهمه، استعدادات مهمه جدا من الجهاز الفني بقياده مستر باتريس كارتيرون وايضا الكابتن محمد يوسف المدرب العام. وبصراحه يعني زي ما احنا شفنا كمان مستر باتريس كارتيرون شيء بالشيء يذكر، امبارح قال ان في تفاهم كبير جدا ما بينه وبين كابتن محمد يوسف، وان هو مبسوط جدا ان كابتن محمد يوسف موجود معاه، اثنين قيمتين كبار جدا متواجدين في الجهاز الفني للنادي الاهلي. كارتيرون حقق بطوله دوري ابطال افريقيا والسوبر افريقي وكده، وايضا كابتن محمد يوسف حقق بطوله دوري ابطال افريقيا والسوبر افريقي مع النادي الاهلي، وكانت اخر بطوله في دوري ابطال افريقيا في 2013 كانت تحت قياده مستر او كابتن محمد يوسف بالتحديد المدرب العام الحالي. فبالتالي التجانس والتقارب ما بين الجهاز الفني ده شيء مهم جدا، مفيش دكتاتور زي ما كنا بنشوف للاسف قبل كده. مستر باتريس كارتيرون بصراحه الراجل عنده عقليه، ما عندوش عقد ولا عنده اي مشاكل خالص، فبالتالي شيء مهم جدا. كارتيرون ايضا بيبدا دراسه حوريه الغيني، طبعا طبيعي جدا ان الجهاز الفني يبحث عن العديد من الفيديوهات الخاصه بفريق حوريه كوناكري الغيني عشان يدرس الفريق ده، يشوف نقاط قوه الفريق ونقاط الضعف عشان يوضح هذه الامور، وعشان يشوف الشكل التكتيكي كمان اللي هيواجه به هذا الفريق، وخصوصا ان هي بطوله بالنسبه لنا اكيد ككل جمهور النادي الاهلي بطوله هامه جدا 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 وحشتنا بقالها فتره كبيره، مش متعودين ان احنا 5 سنين نقعد من غير بطوله دوري ابطال افريقيا، هي بطوله مفضله لكل جمهور النادي الاهلي، فبالتالي في تركيز كبير جدا من الجهاز الفني واللاعبين بخصوص هذه البطوله. طبعا الجهاز الفني جاب فيديوهات او مباريات لفريق حوريه كوناكري الغيني سواء امام الوداد المغربي اللي كان معاه في المجموعه مباراه الذهاب والاياب، وايضا امام فريق سان داونز وامام فريق ميناء التوجولي، فبالتالي ده شيء مهم جدا خلال المرحله دي. ايضا الكابتن محمد يوسف قال ان علي معلول وسليف كولوبالي هينضموا لبعثه الاهلي في كوناكري، زي ما احنا عارفين ان كل لعيب من اللعيبه الدوليين دول متواجدين مع منتخبات بلادهم، منتخب تونس اللي بيضم علي معلول عندهم مباراه مع فريق سويسرلاند في نفس المجموعه اللي فيها مصر والنيجر، المباراه هتكون يوم الاحد، هيخلص علي معلول يطلع مباشره على كوناكري، بيتم تجهيز هذه الامور الاداريه. نفس الحال بالنسبه لسليف كولوبالي مدافع الفريق واللي موجود في جنوب السودان عشان مباراه ايضا مع منتخب مالي، هيخلص ويطلع على طول ان شاء الله على فريق النادي الاهلي هناك في غينيا. ايضا كابتن محمد يوسف بيكشف برنامج الاعداد الخاص لمباراه حوريه كوناكري، وقال ان احنا بنستعد بمنتهى القوه، زي ما احنا عارفين ان في بعض اللاعبين كمان المتواجدين في سواء منتخب مصر وزي ما قلنا علي معلول في تونس وسليف كولوبالي في منتخب مالي، فبالتالي كان ممكن يكون في اتجاه ان يطلع بعض الناشئين يتمرنوا عشان يسدوا النقص العددي في التدريبات، لكن كابتن محمد يوسف قال ان مش هيكون في لاعبين شباب هينضموا لتدريبات النادي الاهلي في الفتره المقبله عشان الفتره الجايه طبعا زي ما احنا عارفين
فتره مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، فبالتالي استعدادات قويه ومستمره للفريق خلال المرحله دي. نروح نشوف بقى اخبار الصحف اللي اتكلمت فيها على النادي الاهلي ونرجع مره ثانيه. الخطيب في اجتماع مفتوح مع اعضاء الجزيره، ده الاخبار المسائي. الشروق اليوم الخطيب يستطلع مقترحات الاعضاء لتعديل بنود لائحه النظام الاساسي. المصري اليوم، مجلس الاهلي يلبي رغبات اعضائه في اللائحه الجديده. الخطيب ملتزمون بقانون الرياضه ومقترحات الاعضاء. والحلفاوي، ما حدث في نادينا ديمقراطيه رياضيه غير مسبوقه. مجلة الأهلي، الأهلوية لتعظيم دور الجمعية العمومية. الأهلي يستجيب لمقترحات الأعضاء على مشروع لائحة النظام الأساسي. أيضا مجلة الأهلي، الأهلوية يكتبون دستورهم. مهند مجدي، الجمعية العمومية على وعي كبير. مستمرين مع مجلة الأهلي، أعضاء الأهلي نادينا وواحة الديمقراطية، نادينا واحة الديمقراطية. مجلة الأهلي، نجاح كبير لزراعة بيبو وعاشور لفرع حلوان. الأكاديمية تبدأ معسكرات منتخبات الأهلي به. اليوم السابع، الأهلي يجهز ملايين الحكام الأجانب والخطيب يناقش اقتراحات اللائحة في ندوة مهمة اليوم. اليوم السابع، الإسماعيلي يتحالف مع الأحمر ضد الجبلية ويقرر تصعيد أزمة التحكيم. اليوم السابع، ثلاث وقائع تاريخية تؤكد انتصار الأهلي في معركة الانسحاب من الدوري. البداية عام 55، مجلس المرتجي يهدد بعدم استكمال المسابقة بسبب القمة، والوزير يستجيب للأحمر. الشروق، كارتيرون يرفض خوض مباريات الأهلي بدوري الأبطال على استاد السلام. المدير الفني يعترض على أرضية الملعب والحضور الجماهيري وراء الرغبة للعب في برج العرب. اليوم السابع اتكلموا في جزئيه مهمه جدا وخاصه بالوقائع اللي هدد فيها النادي الاهلي بالانسحاب من بطوله الدوري على مدار تاريخ بطولات الدوري خلال السنوات الماضيه. زي ما احنا عارفين طبعا، بعد مباراه الانتاج الحربي النادي الاهلي كان طلع بيان وقال ان الامور لو مشت، يعني معنى كده الامور لو مشت بالشكل ده خلاص النادي الاهلي ممكن ما يكملش بطوله الدوري، لان فعلا زي ما احنا شفنا الاخطاء فادحه وكبيره جدا من طاقم الحكام اللي كان متواجد في مباراه الاهلي والانتاج. فبالتالي كان في ثلاث وقائع حصل. اول مره الغاء موسم 55 اللي هو 1955 بسبب اعتراض النادي الاهلي. كان في مباراه ما بين الاهلي والترام خلصت 3-2، حصل زي اعتداء على توني لاعب الترام علي طلعت عبد الحميد على لاعب الاهلي، بالتالي حصل مشكله كبيره. النادي الاهلي ساعتها اعلن، او الحكم كمان طرد لاعب الترام، لكن محمد حسن حلمي حامل الرايه طلب بطرد طلعت ايضا، هما رفضوا الحكم. يعني امور مشابهه، حاجات غريبه كده بتحصل من الحكام في ذلك التوقيت، ودي كانت اول واقعه. الواقعه الثانيه، الاهلي بيهدد بتجميد النشاط واتحاد الكره يستجيب. ايضا في عام 66 كان في لقاء جمع الاهلي والزمالك على ملعب نادي الزمالك في موسم 66، النادي الزمالك احرز هدفين في هذا التوقيت، واعترض لاعبي النادي الاهلي على الهدف الثاني بداعي التسلل، لكن الحكم صبحي نصير تمسك بالقرار ليزداد اعتراض اللاعبون. دي حاجات تاريخيه احنا بنجيبها لكم عشان امور مماثله زي ما احنا عارفين اللي احنا متواجدين فيه دلوقتي. ده طبعا بعد اللي حصل ده واعتراض اللاعبين، ده اشعل غضب الجماهير في النادي الاهلي، وكان يعني تحتل 80% من المدرجات، كانت متواجده جماهير كتير من النادي الاهلي في المدرجات، وقررت النزول لارض الملعب واحداث اعمال شغب. حصلت برضه مشكله في هذا الموضوع. طبعا في موسم 93 الاهلي يهدد بالانسحاب والوزير يحل المشكله، وده بسبب رفض النادي الاهلي مواجهه فريق المقاولون العرب قبل خوض الاخير مباراته المؤجله. ده طبعا عشان تكافؤ الفرص في هذا التوقيت، كان المقاولين ليه مباريات مؤجله والنادي الاهلي كان خاض كل مبارياته، فكان في مباراه ما بين الاهلي والمقاولين العرب، فالنادي الاهلي طالب اتحاد الكره ان نادي المقاولين يحل او يلعب كل المباريات المؤجله بالنسبه له قبل مباراه الاهلي عشان يكون في مبدا تكافؤ الفرص. فبالتالي متشابهة، وأكيد النادي الأهلي عارف هيعرف يجيب حقه إزاي، وكل مرة كان بيطالب بحقه بس النادي الأهلي مش طالب أكثر من حقه، وكمان اللي بيطالب بيه النادي الأهلي ده هيكون مفيد لكل الأندية المصرية بشكل عام.
تعالوا بقى نروح لفقرة النادي الأهلي على النت ونشوف المواقع المختلفة كتبت إيه عن النادي الأهلي النهاردة. الأهرام سبورت: الخطيب يعتذر لرئيس اللجنة الأولمبية لتأخره لمدة دقيقتين. الوطن سبورت: الخطيب: لن نفرض أي بند على أعضاء النادي وننتظر قرارهم في عمومية 28 سبتمبر. 1-3: هشام حطب: الأهلي نادي صاحب نظم وتقاليد وملتزم دائما باللوائح. الأهرام سبورت: فضل الله، الأهلي يستحق أن نرفع له القبعة. اليوم السابع: الأهلي يحدد 25 سبتمبر موعدا مبدئيا للسفر إلى لبنان لمواجهة النجمة. الشروق: الأهلي يتفوق على الريال والبارسا في استفتاء إسباني لأفضل شعار في العالم. الأهرام سبورت قالت أن الكابتن محمود الخطيب اعتذر عن تأخره لموعد طبعا اجتماعه مع اللجنة الأولمبية ورئيس اللجنة الأولمبية المهندس هشام حطب. يعني خبر بصراحة مهم جدا. الاعتذار كان بسبب تأخر الكابتن محمود الخطيب دقيقتين، يعني حاجة بصراحة جميلة أن الراجل متأخر دقيقتين بس فبيعتذر كمان على الدقيقتين اللي تأخرهم، وده يدل على مدى نظامه واهتمامه بهذه الأمور الهامة جدا. مش اتأخرت دقيقتين فعادي، زي مش مشكلة دقيقتين من خمسة، لا، لكن طبعا احترام للمواعيد واحترام لنفسه واحترام كمان للنادي الأهلي، ده اللي دفع كابتن محمود الخطيب ان هو يعتذر على انه اتأخر دقيقتين دول. يا سلام لو كلنا نمشي بهذا النظام وهذا السياق اللي بيمشي من خلال كابتن محمود الخطيب عامة، يعني كشخصية مش كرئيس نادي الأهلي. كمان في الوطن سبورت الخطيب قال: لن نفرض أي بنود على أعضاء النادي الأهلي وننتظر قرارهم في عمومية 28 سبتمبر. زي ما احنا اتكلمنا في هذه الجزئية، كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته فاتحين المجال للحديث عن كل ما يخص لائحة النظام الأساسي ومشروع اللائحة وتعديل بعض البنود اللي ممكن أعضاء أو جمهور النادي الأهلي يكونوا بيرغبوا في تعديل هذه البنود، فبالتالي ده شيء أيضا هام جدا واتكلمنا فيه باستفاضة. ايضا 1-3 قالت ان المهندس هشام حطب قال ان الاهلي نادي صاحب نظم وتقاليد وملتزم دايما باللوائح، وده اللي اكدنا عليه. طبعا النادي الاهلي بيمشي من خلال اللوائح بشكل جيد ومن خلال اللوائح بشكل منتظم، ما بيبقاش فيه اي خروج عن هذه اللوائح، وكله بيبقى في اطار هذه البنود الخاصه باللوائح المختلفه بشكل عام في الرياضه المصريه. ايضا ده كان خبر مهم. في خبر بقى طريف ومهم جدا وهو خاص بجريده الشروق اللي قالت ان الاهلي بيتفوق على ريال مدريد وعلى برشلونه في استفتاء اسباني الافضل شعار في العالم. زي ما احنا عارفين دي حاجات بتتعمل كده يعني للجمهور بشكل عام، فبالتالي النادي الاهلي بيحتل المركز الثاني دلوقتي في هذا التصويت ب 49400 صوت، قبليه فريق الرجاء المغربي واللي عنده 91100 صوت، والمركز الثالث ريال مدريد اللي عنده 1300 صوت. جمهور النادي الاهلي يقدر ان هو يدخل يصوت على افضل او يدلي بصوته على افضل شعار للنادي، واحنا دايما شعارنا هو الافضل اكيد شعار النادي الاهلي. هنروح بقى الفاصل سريع ونرجع مره ثانيه عشان نستكمل فقرات برنامجنا النهارده.